السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بالعناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا في الراية أتوري جاهزون لمواجهة الكوري ونلعب أمامه على الانتصار. في الشرق محمد علي المهندي كتب جمعة مساندة العنابي. محمد السعدي كتب على درب الريو جيناك يا العنابي. علي أحمد اللنقاوي كتب في الوطن فوز عنابي مقنع. عربيا في السفير اللبنانية ميقاتي يلتقي منتخب لبنان. أظهرتم إحساسا بالمسؤولية ونأمل ألا تتأثروا بالخسارة. في الغد الأردنية منتخب الأردن يصل طوكيو ورئيس الوفد يثق في معنويات اللاعبين. في الوطن العمانية خالد بن حمد ثقتنا كبيرة في نجوم منتخبنا. خالد المشيطي كتب في الرياض السعودية أيلعب العرب والسوريون يقتلون. في الوسط البحرينية ذهاب نهائي دوري أبطال الخليج سقوط المحرق على أرضه أمام الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف. مارادونا كسبنا المعركة الأولى وقدمنا مستوى رائعا. عالميا ستيفن هوارد كتب في الصن الأسود الثلاثة في أوكرانيا بأضعف منتخب في تاريخ الكرة الإنجليزية. في آس الإسبانية راموس التمسك بالعمل والتواضع طريقنا للمحافظة على اللقب القاري. في جازيتا ديلو سبورت الإيطالية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في صدارة الترشيحات للفوز بيورو 2012. الراحة ممنوعة في صفوف العنابي. أتوري يعلن حالة الطوارئ والجماهير في ترقب وانتظار يوم الجمعة المقبل. ما قلناه عن العنابي ينطبق على المنتخبات كلها، المنتخب اللبناني وأيضا العراقي والأردني العماني، لا بل كل المنتخبات الأسيوية المشاركة في تصفيات مونديال 2014. أما عالميا فالأمور بدأت تسخن كثيرا كثلا ونهائيات يورو 2012 على الأبواب. قالت جريدة الراية إن العنابي أعلن حالة الطوارئ قبل ساعات من المواجهات المرتقبة والساخنة مع نظيره الكوري الجنوبي المقرر إقامتها بعد غد في الجولة الثانية لتصفية كأس العالم 2014، التي يأمل العنابي خلالها مواصلة الانتصارات التي انطلقت بالفوز على لبنان في بيروت. وقد أكد باولو أوتوري على أن النتيجة الجيدة والإيجابية التي حققها العنابي أمام لبنان سوف تساعدنا في مباراة كوريا الجنوبية، وأثق في قدرة اللاعبين على تقديم الأفضل. سنواجه كوريا الجنوبية وهي غير مجهدة كونها المباراة الأولى لها بالتصفيات، ونفس الأمر سوف يتكرر مع إيران التي حصلت على راحة في الجولة الثانية. ومنذ إجراء القرعة ونحن نعلم هذا الأمر جيدا وحاولنا إيجاد الحلول المناسبة، ولذلك كان القرار بتجهيز كل اللاعبين منذ يوم الثالث من مايو حتى تكون العناصر مكتملة والجميع يكون في أفضل وضعية لكوننا نلعب ثلاث مباريات في تسعة أيام. ولابد أن يكون الجميع جاهزا للعب المباراة بكل قوة وتخطي أي ظروف مثل الإجهاد وما شابه ذلك. لا يمكننا الحكم على أداء المنتخب الكوري وهو يواجه إسبانيا بطل العالم لوجود فارق كبير في المستوى الفني بينهما. وبدون شك فإن المنتخب الكوري يمر بمرحلة تغيير سواء على صعيد اللاعبين أو الجهاز الفني، ولكن النظام الطبيعي للمنتخب كما هو دون تغيير، ونحن نعرف قدر المنتخب الكوري ونجهز له بأفضل صورة.
محمد علي المهندي الكاتب بجريدة الشرق تحدث في مقاله اليوم عن لقاء العنابي المقبل أمام كوريا الجنوبية. المهندي قال تعتبر موقعة يوم الجمعة القادمة من مع شمشون الكوري على ملعب البطولات بنادي السد منعطفا مهما في مسيرة مشوارنا. المهندي أضاف يجب الحذر واللعب برجولة واستبسال من أجل تحقيق هدفنا المنشود وهو الفوز، خاصة أن المباراة تقام على أرضنا وبين جماهيرنا. يوم الجمعة إجازة رسمية وعلى جماهيرنا القطرية والمقيمة على هذه الأرض الطيبة إعداد العدة من الآن لمناصرة العنابي والحضور بأعداد كبيرة، وذلك لإرهاب اللاعبين الكوريين بهتافاتنا وتشجيعنا وأن نحرجهم ونقلل من عزيمتهم كما حصل معهم في بيروت عندما ساندت الجماهير اللبنانية منتخبها وشجعته وتمكن المنتخب اللبناني من الفوز على منتخب كوريا في لبنان بهدفين مقابل هدف، وعلينا أخذ الدروس والعبر منهم وتطبيقها على أرض الواقع، كما أن تشجيعنا ومؤازرتنا لمنتخبنا القطري واجب وطني علينا جميعا، لأننا نسعى جميعا لرفع راية العنابي في المحافل الدولية والمونديال، وهو أكبر محفل عالمي لكرة القدم، وهدفنا هو الوصول للمشاركة للمرة الأولى. نبقى مع جريدة الشرق ومع الكاتب محمد السعدي الذي استعمل خياله في كتابة مقاله اليوم، استعمل خياله يعيش صيف 2014 في البرازيل. الكاتب ونحن أيضا نتمنى أن يتحول هذا الخيال إلى واقع. سعدي في مقاله اليوم قال الجمهور مطالب بإشعال المدرجات يوم الجمعة، كوريا في مواجهتنا معها لم تكن بعبعا ولن نصل إلى كأس العالم إن لم ننتصر على مثل هذه الفرق في طريقنا. قسما 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 بمن رفع السماء، قسما بمن نشر الضياء، قطر ستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء. أعزائي المشاهدين، من استاد الماراكانا بريو دي جانيرو نحييكم في أول إطلالة للعنابي من كأس العالم 2014. الجملة السابقة لم تكن حلما بل كانت خيالا جميلا لصيف 2014. نحلم جميعا بأن نكون هناك. الأحلام ليست حراما بل أمنية من حق أجيال مضت وأجيال ستأتي أن تعيش الحلم لكي يصبح واقعا نعيشه بعد سنتين بإذن الله. أول خطوة كانت ناجحة، بقيت الخطوة الثانية وهي الأهم أمام كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل، ومن ثم سنجد الأمل يقترب رويدا رويدا والاندفاع يزداد. في سنين مضت كانت لدينا أخطاء على مستوى الإعداد، وأن يضع الجمهور اللاعبين تحت مرمى الضغط لن يكون في صالحهم. المهم أن يشرفوا الكرة القطرية ويقدموا ما يعكس ما يقدم لهم. نبقى مع كتاب اليوم ولكن من جريدة الشرق إلى جريدة الوطن. الكاتب علي أحمد اللنقاوي أكد أن فوز العنابي على المنتخب اللبناني في الجولة الأولى كان صعبا. الكاتب قال نعم كان فوزا صعبا لكنه تحقق بفضل عزيمة لاعبين الرجال ومهاراتهم الفنية وقدراتهم البدنية وخبرتهم الطويلة في مواجهة أرض الفريق المنافس وجماهيره. الكاتب تحدث عن بعض مشاكل العنابي التي قد تواجهه في اللقاء المقبل أمام كوريا الجنوبية. تبقى مشكلة تمرير الكرة بالشكل السليم في وسط الملعب وإيصالها بسهولة تامة للمهاجمين، وإن كنت أفضل مشاركة فابيو سيزار ضد كوريا الجنوبية لأن هذا اللاعب بإمكانه أن يصنع الأهداف إن شاء الله تعالى لمهاجمينا خلفان وسباستيان، وكذلك بإمكان فابيو سيزار أن يسجل الأهداف بمهارة فنية عالية من خلال تسديده للضربات الحرة وتسجيله للأهداف، وشاهدناه أكثر من مرة يفعل ذلك مع العنابي أو الريان. وإذا كان المطلوب بالعقل والعمل الفوز على كوريا، فإن مدربنا آثوري يجب أن يضع خطة للعب بفعالية هجومية أكبر من تلك التي شاهدناها أمام لبنان، فيفترض تحرير المهاجمين سباستيان ويوسف أحمد ومن خلفهما خلفان إبراهيم وتحركهم على الأطراف وفي منطقة جزاء المنتخب الكوري،
وبالنزعة الهجومية ووقف جماهيرنا الوفية سيتحقق للعناب بإذن الله تعالى النصر على كوريا الجنوبية. بالأمس تحدث محمد علي المهندي الكاتب بجريدة الشرق عن غياب المعلق القطري، واليوم علي عيسى بوحجب ذهب في نفس الاتجاه. بوحجب حمل أكثر من جهة مسؤولية غياب المعلق القطري وقال في عنوان مقالة: وانقرض المعلقون. الكاتب تحدث أيضا في مقاله اليوم عن مشوار العنابي في تصفيات، وقال عن مباراة كوريا الجنوبية المقبلة أنها مهمة جدا لمشوار منتخبنا في التصفيات لكأس العالم، فإن الفوز بها سيرفع رصيد العنابي إلى 6 نقاط، وهذا الذي يجب أن نسعى إليه. أصبح المعلق القطري في بعض الألعاب الرياضية من الذين انقرضوا من زمن بعيد، وأينما التفت ترى الغياب الواضح والفاضح للمعلقين الرياضيين القطريين، فلم يعد أي اتحاد رياضي يعبأ بهم أو يشعر بعدم وجودهم. وهناك فئة في بعض اتحاداتنا الرياضية لا تلقي بالا للمعلق الرياضي القطري ولا تحاول استقطاب شبابنا لدخول سلك التعليق الرياضي الوعر، فإن كانت اتحاداتنا الرياضية غفلت ولم تؤدي دورها في زيادة عدد المعلقين القطريين وتشجيعهم لولوج هذا المجال، فأين دور قنوات تلفزيون قطر الرياضية؟ وأين دور اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية التي يجب أن تحاسب إدارات الاتحادات الرياضية على تقصيرها في عدم استقطاب وجذب الشباب القطري لدخول مجال التعليق الرياضي؟ إنها أمانة ثقيلة، فمن سيحمل وزرها؟ إلى لبنان، حيث منتخب الأرز يواصل تدريباته بعيدا عن أعين الإعلام استعدادا للقاء أوزبكستان والمقرر إقامته يوم الجمعة في الجولة الثانية من التصفيات الأخيرة المؤهلة للمونديال. رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قام بزيارة المنتخب بالأمس للرفع من معنويات اللاعبين عقب الهزيمة أمام قطر وقبل مواجهة أوزبكستان. ميقاتي أشاد بروح اللاعبين العالية وبسعيهم الحثيث للفوز، وطلبهم بعدم التأثر بالخسارة أمام قطر وذلك بالتعويض في مباراة الجمعة وتحقيق الفوز على أوزبكستان. لقد أثبتتم أنكم تتمتعون بروح رياضية عالية وبتم في مصاف الفرق المتقدمة. صحيح أنكم كنتم تستحقون الفوز في لقاء قطر وهو أمر جميل، لكن مجرد وصولكم إلى هذه المرتبة أمر مهم. الفوز والخسارة هما وجهان لروح رياضية عالية برهنتم أنكم تتمتعون بها، وهذا ما يجعلنا نفخر بكم ونأمل أن تثابروا على هذا النهج ولا تتأثروا بالخسارة، لأنها حافز لمزيد من المثابرة والتقدم والنجاح في المباريات الأخرى بدءا بلقاء الجمعة أمام أوزبكستان. لقد أظهرتم مع الجمهور وعيا وإحساسا بالمسؤولية، وأعطيتم صورة مشرقة تصب في خانة لبنان وعلاقاته المتينة مع الدول العربية الشقيقة وفي مقدمها دولة قطر التي وقفت إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها وفتحت أبوابها للبنانيين. المنتخب الأردني وصل أمس إلى العاصمة اليابانية طوكيو بعد رحلة شاقة وطويلة استغرقت نحو 18 ساعة بهدف التأهب لمواجهة منتخب اليابان في مباراة تقام ظهر الجمعة في ثاني لقاءات المجموعة الثانية. المدير الفني للمنتخب عدنان حمد منح اللاعبين قسطا من الراحة تأهبا لخوض أول التدريبات في العاصمة طوكيو مساء اليوم على أحد الملاعب التدريبية القريبة من مقر الوفد. البعثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد نبدأها في عناوين حلقتنا لهذا اليوم. محليا في الراية، أتوري جاهزون لمواجهة الكوري ونلعب أمامه على الانتصار. في الشرق، محمد علي المهندي كتب جمعة مساندة العنابي. محمد السعدي كتب على درب الريو جيناك يا العنابي. علي أحمد اللنقاوي كتب في الوطن فوز عنابي مقنع. عربيا في السفير اللبنانية، ميقاتي يلتقي منتخب لبنان. أظهرتم إحساسا بالمسؤولية
ونأمل ألا تتأثروا بالخسارة. في الغد الأردنية، منتخب الأردن يصل طوكيو، ورئيس الوفد يثق في معنويات اللاعبين. في الوطن العمانية، خالد بن حمد، ثقتنا كبيرة في نجوم منتخبنا. خالد المشيطي كتب في الرياض السعودية، أيلعب العرب والسوريون يقتلون؟ في الوسط البحرينية، ذهاب نهائي دوري أبطال الخليج، سقوط المحرك على أرضه أمام الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف. مارادونا، كسبنا المعركة الأولى وقدمنا مستوى رائعا. عالميا، ستيفن هوارد كتب في الصن، الأسود الثلاثة في أوكرانيا بأضعف منتخب في تاريخ الكرة الإنجليزية. فياس الإسبانية، راموس، التمسك بالعمل والتواضع طريقنا للمحافظة على اللقب القاري. في جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في صدارة الترشيحات للفوز بيورو 2012. الراحة ممنوعة في صفوف العناب، أوتوري يعلن حالة الطوارئ، والجماهير في ترقب وانتظار يوم الجمعة المقبل. ما قلناه عن العناب ينطبق على المنتخبات كلها، المنتخب اللبناني وأيضا العراقي والأردني العماني، لا بل كل المنتخبات الآسيوية المشاركة في تصفيات مونديال 2014. أما عالميا فالأمور بدأت تسخن كثيرا، كثلا ونهائيات يورو 2012 على الأبواب. قالت جريدة رايا إن العناب أعلن حالة الطوارئ قبل ساعات من المواجهات المرتقبة والساخنة مع نظيره الكوري الجنوبي المقرر إقامتها بعد غد في الجولة الثانية لتصفية كأس العالم 2014، التي يأمل العناب خلالها مواصلة الانتصارات التي انطلقت بالفوز على لبنان في بيروت. وقد أكد باولو أوتوريا على أن النتيجة الجيدة والإيجابية التي حققها العناب أمام لبنان سوف تساعدنا في مباراة كوريا الجنوبية، وأثق في قدرة اللاعبين على تقديم الأفضل. سنواجه كوريا الجنوبية وهي غير مجهدة، كونها المباراة الأولى لها بالتصفيات، ونفس الأمر سوف يتكرر مع إيران التي حصلت على راحة في الجولة الثانية. ومنذ إجراء القرعة ونحن نعلم هذا الأمر جيدا، وحاولنا إيجاد الحلول المناسبة، ولذلك كان القرار بتجهيز كل اللاعبين منذ يوم الثالث من مايو حتى تكون العناصر مكتملة والجميع يكون في أفضل وضعية، لكوننا نلعب ثلاث مباريات في 9 أيام، ولابد أن يكون الجميع جاهزا للعب المباراة بكل قوة وتخطي أي ظروف مثل الإجهاد وما شابه ذلك. لا يمكننا الحكم على أداء المنتخب الكوري وهو يواجه إسبانيا بطل العالم لوجود فارق كبير في المستوى الفني بينهما. وبدون شك فإن المنتخب الكوري يمر بمرحلة تغيير سواء على صعيد اللاعبين أو الجهاز الفني، ولكن النظام الطبيعي للمنتخب كما هو دون تغيير، ونحن نعرف قدر المنتخب الكوري ونجهز له بأفضل صورة. محمد علي المهندي الكاتب بجريدة الشرق تحدث في مقاله اليوم عن لقاء العناب المقبل أمام كوريا الجنوبية. المهندي قال تعتبر موقعة يوم الجمعة القادمة من مع شمشون الكوري على ملعب البطولات بنادي السد منعطفا مهما في مسيرة مشوارنا. المهندي أضاف يجب الحذر واللعب برجولة واستبسال من أجل تحقيق هدفنا المنشود وهو الفوز، خاصة أن المباراة تقام على أرضنا وبين جماهيرنا. يوم الجمعة إجازة رسمية، وعلى جماهيرنا القطرية والمقيمة على هذه الأرض الطيبة إعداد العدة من الآن لمناصرة العناب والحضور بأعداد كبيرة، وذلك لإرهاب اللاعبين الكوريين بهتافاتنا وتشجيعنا، وأن نحرجهم ونقلل من عزيمتهم كما حصل معهم في بيروت
عندما ساندت الجماهير اللبنانية منتخبها وشجعته، وتمكن المنتخب اللبناني من الفوز على منتخب كوريا في لبنان بهدفين مقابل هدف. وعلينا أخذ الدروس والعبر منهم وتطبيقها على أرض الواقع، كما أن تشجيعنا ومؤازرتنا لمنتخبنا القطري واجب وطني علينا جميعا، لأننا نسعى جميعا لرفع راية العنابي في المحافل الدولية والمونديال، وهو أكبر محفل عالمي لكرة القدم، وهدفنا هو الوصول للمشاركة للمرة الأولى. نبقى مع جريدة الشرق ومع الكاتب محمد السعدي الذي استعمل خياله في كتابة مقاله اليوم، استعمل خياله يعيش صيف 2014 في البرازيل. الكاتب ونحن أيضا نتمنى أن يتحول هذا الخيال إلى واقع. سعدي في مقاله اليوم قال: الجمهور مطالب بإشعال المدرجات يوم الجمعة، كوريا في مواجهتنا معها لم تكن بعبعا، ولن نصل إلى كأس العالم إن لم ننتصر على مثل هذه الفرق في طريقنا. قسما 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 بمن رفع السماء، قسما بمن نشر الضياء، قطر ستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء. أعزائي المشاهدين، من استاد الماراكانا بريو دي جانيرو نحييكم في أول إطلالة للعنابي من كأس العالم 2014. الجملة السابقة لم تكن حلما، بل كانت خيالا جميلا لصيف 2014. نحلم جميعا بأن نكون هناك. الأحلام ليست حراما، بل أمنية من حق أجيال مضت وأجيال ستأتي أن تعيش الحلم لكي يصبح واقعا نعيشه بعد سنتين بإذن الله. أول خطوة كانت ناجحة، بقيت الخطوة الثانية وهي الأهم أمام كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل، ومن ثم سنجد الأمل يقترب رويدا رويدا والاندفاع يزداد. في سنين مضت كانت لدينا أخطاء على مستوى الإعداد، وأن يضع الجمهور اللاعبين تحت مرمى الضغط لن يكون في صالحهم. المهم أن يشرف الكرة القطرية ويقدم ما يعكس ما يقدم لهم. نبقى مع كتاب اليوم، ولكن من جريدة الشرق إلى جريدة الوطن. الكاتب علي أحمد اللنقاوي أكد أن فوز العنابي على المنتخب اللبناني في الجولة الأولى كان صعبا. الكاتب قال: نعم كان فوزا صعبا، لكنه متحقق بفضل عزيمة لاعبين رجال ومهاراتهم الفنية وقدراتهم البدنية وخبرتهم الطويلة في مواجهة أرض الفريق المنافس وجماهيره. الكاتب تحدث عن بعض مشاكل العنابي التي قد تواجهه في اللقاء المقبل أمام كوريا الجنوبية. تبقى مشكلة تمرير الكرة بالشكل السليم في وسط الملعب وإيصالها بسهولة تامة للمهاجمين، وإن كنت أفضل مشاركة فابيو سيزار ضد كوريا الجنوبية، لأن هذا اللاعب بإمكانه أن يصنع الأهداف إن شاء الله تعالى لمهاجمينا خلفان وسباستيان، وكذلك بإمكان فابيو سيزار أن يسجل الأهداف بمهارة فنية عالية من خلال تسديده للضربات الحرة وتسجيله للأهداف، وشاهدناه أكثر من مرة يفعل ذلك مع العنابي أو الريان. وإذا كان المطلوب بالعقل والعمل الفوز على كوريا، فإن مدربنا آثوري يجب أن يضع خطة للعب بفعالية هجومية أكبر من تلك التي شاهدناها أمام لبنان، فيفترض تحرير المهاجمين سباستيان ويوسف أحمد ومن خلفهما خلفان إبراهيم، وتحركهم على الأطراف وفي منطقة جزاء المنتخب الكوري، وبالنزعة الهجومية ووقف جماهيرنا الوفية سيتحقق للعنابي بإذن الله تعالى النصر على كوريا الجنوبية. بالأمس تحدث محمد علي المهندي الكاتب بجريدة الشرق عن غياب المعلق القطري، واليوم علي عيسى بوحجب ذهب في نفس الاتجاه. بوحجب حمل أكثر من جهة مسؤولية غياب المعلق القطري وقال في عنوان مقاله: وانقرض المعلقون. الكاتب تحدث أيضا في مقاله اليوم عن مشوار العنابي في التصفيات، وقال عن مباراة كوريا الجنوبية المقبلة أنها مهمة جدا لمشوار منتخبنا في التصفيات لكأس العالم، فإن الفوز بها سيرفع رصيد العنابي إلى 6 نقاط، وهذا الذي يجب أن نسعى إليه.
أصبح المعلق القطري في بعض الألعاب الرياضية من الذين انقرضوا من زمن بعيد، وأينما التفت ترى الغياب الواضح والفاضح للمعلقين الرياضيين القطريين، فلم يعد أي اتحاد رياضي يعبأ بهم أو يشعر بعدم وجودهم. وهناك فئة في بعض اتحاداتنا الرياضية لا تلقي بالا للمعلق الرياضي القطري ولا تحاول استقطاب شبابنا لدخول سلك التعليق الرياضي الوعر. فإن كانت اتحاداتنا الرياضية غفلت ولم تؤدي دورها في زيادة عدد المعلقين القطريين وتشجيعهم لولوج هذا المجال، فأين دور قنوات تلفزيون قطر الرياضية؟ وأين دور اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية التي يجب أن تحاسب إدارات الاتحادات الرياضية على تقصيرها في عدم استقطاب وجذب الشباب القطري لدخول مجال التعليق الرياضي؟ إنها أمانة ثقيلة، فمن سيحمل وزرها؟ إلى لبنان، حيث منتخب الأرز يواصل تدريباته بعيدا عن أعين الإعلام استعدادا للقاء أوزبكستان والمقرر إقامته يوم الجمعة في الجولة الثانية من التصفيات الأخيرة المؤهلة للمونديال. رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قام بزيارة المنتخب بالأمس للرفع من معنويات اللاعبين عقب الهزيمة أمام قطر وقبل مواجهة أوزبكستان. ميقاتي أشاد بروح اللاعبين العالية وبسعيهم الحثيث للفوز، وطلبهم بعدم التأثر بالخسارة أمام قطر، وذلك بالتعويض في مباراة الجمعة وتحقيق الفوز على أوزبكستان. لقد أثبتتم أنكم تتمتعون بروح رياضية عالية وبتم في مصاف الفرق المتقدمة. صحيح أنكم كنتم تستحقون الفوز في لقاء قطر وهو أمر جميل، لكن مجرد وصولكم إلى هذه المرتبة أمر مهم. الفوز والخسارة هما وجهان لروح رياضية عالية برهنتم أنكم تتمتعون بها، وهذا ما يجعلنا نفخر بكم ونأمل أن تثابروا على هذا النهج ولا تتأثروا بالخسارة، لأنها حافز لمزيد من المثابرة والتقدم والنجاح في المباريات الأخرى بدءا بلقاء الجمعة أمام أوزبكستان. لقد أظهرتم مع الجمهور وعيا وإحساسا بالمسؤولية، وعطيتم صورة مشرقة تصب في خانة لبنان وعلاقاته المتينة مع الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمها دولة قطر التي وقفت إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها وفتحت أبوابها للبنانيين. المنتخب الأردني وصل أمس إلى العاصمة اليابانية طوكيو بعد رحلة شاقة وطويلة استغرقت نحو 18 ساعة بهدف التأهب لمواجهة منتخب اليابان في مباراة تقام ظهر الجمعة في ثاني لقاءات المجموعة الثانية. المدير الفني للمنتخب عدنان حمد منح اللاعبين قسطا من الراحة تأهبا لخوض أول التدريبات في العاصمة طوكيو مساء اليوم على أحد الملاعب التدريبية القريبة من مقر الوفد. البعثة حظيت باستقبال من السفير الأردني في اليابان ديماي حداد، الذي اطمأن على عملية دخول الوفد لمطار طوكيو بسلاسة وإنهاء كافة إجراءات الدخول. كشف السفير الأردني ديماي حداد أن السفارة الأردنية في اليابان أعدت الترتيبات اللازمة للوقوف خلف المنتخب في هذه المهمة، حيث تم الاتصال بأبناء الجالية الأردنية في اليابان وتم تأمينهم بتذاكر لحضور المباراة لمؤازرة المنتخب والوقوف خلفه لتحقيق النتيجة المأمولة. بدوره قدر رئيس الوفد فايز أبو عريضة الجهود الكبيرة التي بذلها السفير الأردني في اليابان ديماي حداد، وأكد أبو عريضة أن المنتخب الوطني سيكون أمام مهمة تاريخية جديدة عندما يحل ضيفا على اليابان، متمنيا أن يتسلح اللاعبون بالروح القتالية العالية وأن يكونوا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم. من أخبار التصفيات إلى باقي أخبارنا العربية وجولة سريعة على أبرز الجديد. إلى السعودية، أكد مدير عام فريق الهلال سامي الجابر أنه دخل في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع نادي أوكسير الفرنسي ليكون من ضمن الطاقم الفني للفريق الأول في الموسم المقبل. على الجانب الآخر، تحدث محمد الدبيخي الكاتب في جريدة اليوم في مقاله عن مشاركة الأقدر السعودي في كأس العرب في الوقت الذي تلعب فيه المنتخبات الأخرى تصفيات كأس العالم. الدبيخي انتقد توقيت إقامة بطولة كأس العرب ووصفه بالسيء وغياب الفائدة التي ستعود على المنتخب.
في الوقت الذي يسعى المنظمون لأي حدث كروي اختيار الوقت والمكان المناسب، فإن توقيت البطولة العربية من حيث الزمان والمكان تأتي في توقيت سيء، فإن المهم للمسؤولين إقامة البطولة دون أن تكون هناك إجابات صحيحة لتلك الأسئلة: لماذا وكيف ومتى وأين وهل، من أجل نجاح لها. ولكي تعلم هل لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم منهجية واضحة ومحددة ومجدولة ومرتبة ولها أهدافها من أجل المشاركة في تلك البطولة، فما علينا إلا أن نشاهد ونسمع ونقرأ تصريحات رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو يعلن بأن ريكارد هو من سيدرب المنتخب في تلك البطولة. لدوري أبطال الخليج اقترب الوصل من تحقيق لقب البطولة عقب فوزه في لقاء ذهاب على المحرق البحريني بملعبه وبثلاثة أهداف مقابل هدف. مدرب المحرق عيسى السعدون أكد على أحقية الوصل بالفوز في لقاء الأمس لأنه كان الفريق الأفضل واستغل الفرص التي أتيحت له، أن الفرصة قائمة في تعويض وليست مستحيلة. أما المدرب الأرجنتيني دييغو مارادونا فقد وصف فوز فريقه بأنه كسب المعركة الأولى وتبقت معركة أخرى سيحاول فوز بها في دبي والتتويج باللقب. الفريق كان في قمة مستواه وقدم أداء رائعا مكنه من تحقيق فوز مستحق من خلال التنظيم الذي كان عليه على أرضية الملعب. نجحنا في دراسة الخصم وما ساهم في الخروج بهذا المستوى هو تنفيذ اللاعبين واجباتهم. المحرق على رغم الخسارة التي تلقاها خصم ليس بالسهل وقدم أداء جيدا، ولكن المستوى الرائع الذي قدمه فريقي حرمه من الخروج بالنتيجة التي كان يسعى لها. يجب وضع كل الاحتمالات في حساباتي قبل مواجهة الإياب، لكننا سنعمل على تحقيق الفوز لتأكيد أحقيتنا في الفوز باللقب. من الجرائد العربية إلى الجرائد العالمية وجولة سريعة على أبرز أخبار بطولة أمم أوروبا. جولتنا العالمية نبدأها مع الجرائد البريطانية ومقال يفيض تشاؤما عن فرص منتخب الأسود الثلاثة في المنافسة على لقب يورو 2012. ستيفن هاورد الكاتب بجريدة سان اللندنية أكد في مقاله أن المنتخب الإنجليزي يطير إلى أوكرانيا اليوم للمشاركة في نهائيات يورو 2012 بأضعف تشكيلة وأكبر قدر من المشاكل في تاريخ مشاركاته بالبطولات العالمية والقارية. نتابع التفاصيل مع مقال هاورد. Pain in Ukraine، أي الألم ينتظرنا في أوكرانيا. أعتقد أنه لا يوجد توصيف أكثر واقعية من هذا التعبير لوصف الأحوال المنتخب الإنجليزي قبل المشاركة في يورو 2012، بل أجزم بأننا ذاهبون إلى هناك بأضعف تشكيلة في تاريخ مشاركاتنا في البطولات العالمية والقارية. فقد عصفت بنا الإصابات وحرمتنا من باري ولامبارد وكاهل، ولا يمكننا الاستعانة بمهاجمنا الأول وين روني في المواجهتين الافتتاحيتين أمام فرنسا والسويد بسبب الإيقاف. وقلت سابقا إن وجود 6 لاعبين في تشكيلة المنتخب من فريق ليفربول صاحب المركز 9 في الدوري يعد مؤشرا مقلقا، كما أن ارتفاع حدة الجدل بشأن إصرار هودسون على تجاهل فيرديناند من شأنه أن يؤثر سلبا علينا سواء داخل أو خارج الملعب. وبما أن الأرقام لا تكذب فيؤسفني القول إن المراهنات تشير إلى أن حظوظنا في الفوز باللقب هي 1 إلى 14. جولتنا العالمية مستمرة ولكن مع الجرائد الإسبانية. سيرخيو راموس نجم دفاع المنتخب الإسباني وفريق الريال أحد عناصر الحرس القديم الذي أدمن الوقوف فوق منصات التتويج يطالب الجميع في إسبانيا بالتمسك بالعمل والتواضع من أجل تحقيق حلم المحافظة على اللقب القاري. وفي حال نجح منتخب لافوريا روخا في اعتلاء عرش القارة العجوز فسوف يستحق هذا الجيل لقب الجيل الذهبي، لما لا وهو الذي فاز بلقب يورو 2008 ثم مونديال 2010 وهو مرشح بقوة لاقتناص لقب يورو 2012. ولكن المانشافت الألماني والبرتغالي الهولندي والأزوري الإيطالي وغيرهم من عمالقة القارة لن يسمحوا للماتادور بأن يفعلها بسهولة.
لم نتمكن من الفوز بلقبي يورو 2008 ومونديال 2010 إلا بالجدية في العمل والتواضع واحترام جميع المنافسين، ونحن الآن في موقف أكثر صعوبة مقارنة بما مضى، ويجب علينا أن نتمسك بالعمل والتواضع إذا كنا نرغب حقا في الحفاظ على اللقب القاري. وما يجعل المهمة أكثر صعوبة الآن أن جميع المنافسين أصبحوا أكثر دراية بطريقة الأداء الإسبانية، كما أن المنتخبات الأخرى تسعى بكل قوة لقهر البطل. وعلى الرغم من ذلك يجب أن نتمسك بنفس الطريقة في الأداء، والتي تقوم على الاحتفاظ بالكرة والإصرار الدائم على الهجوم. سوف نعاني في غياب بويول، ويجب الاعتراف بأن إسبانيا ليس لديها لاعب مثله، ولكننا سنحاول سد الثغرات في غيابه. أما عن الصراع على الكرة الذهبية، فالجميع يعلمون أن كريس وميسي هما الأفضل في العالم بلا منازع، ولكن كريس أفضل قليلا ويستحق الكرة الذهبية. جولتنا العالمية مستمرة، ولكن مع الجرائد الإيطالية، من يفوز بلقب يورو 2012 ويعتري عرش القارات الأوروبية؟ سؤال يشغل العقول ويسيطر على القلوب قبل ساعات من انطلاق الحدث الكروي القاري الأهم، حيث تبدأ مباريات البطولة الجمعة في بولندا وأوكرانيا. وكعادتها قررت جريدة لا غازيتا دولو سبورت التصدي لاستطلاع الرأي الجماهير الكبير لمعرفة توجهات الرأي العام الكروي في أوروبا بشكل عام وإيطاليا بشكل خاص. فماذا كانت النتيجة حتى الآن؟ نتابع تفاصيل التصويت عبر موقع الجريدة الإيطالية الشهيرة. شارك ما لا يقل عن 18,000 شخص في التصويت عبر موقع لا غازيتا ديلو سبورت لاختيار المنتخب المرشح للظفر بلقب يورو 2012. وجاء المنتخب الألماني في الصدارة بحصوله على 33.2%، يليه المنتخب الإيطالي الذي حصد نسبة 19.5% من الأصوات، وهي مفاجأة حقيقية تؤكد أن ثقة الجماهير الإيطالية في منتخبها لم تتراجع كثيرا. وجاء حامل اللقب المنتخب الإسباني في المرتبة الثالثة ونسبة أصوات بلغت 19%، يليه المنتخب الهولندي ب 15.18%، ثم منتخب الأسود الثلاثة الإنجليزي في المرتبة الخامسة بنسبة أصوات لم تصل إلى 3%، ثم فرنسا بنسبة 2.4%. وصلنا إلى الختام في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.